مساء الخير سامي. مساء النور بابا. شو ليش امك نايمه هون؟ عم تستناك. سوا حبيبتي. ليش نايمه هون؟ ليش تاخرت كثير هيك؟ قلقت عليك ما عم ترد على الموبايل. معلش يا حبيبتي حقك علي كنت مشغول شوي. يلا تعالي. مرحبا نضال، كيفك؟ شو عامل؟ بدي اشوفك ضروري. لا مو بالمكتب، بالقهوة. عظيم، بعد ساعة. اتفقنا. سلام. انا بعرف انك زعلان مني لاني تاخرت امبارح، بس ما فيني خبرك هالمهندس لقطه عم بيلملم لنا السيستم من هون ومن هون كرمال يقدم لنا اقل سعر ممكن، ورابط لنا كل الاجهزه مع بعض بكل نقطه في انترنت وستلايت. ليش قاعده معه لك؟ خليه يعمل لك الدراسه وخلصنا. ايه هو عم يعمل لي الدراسه بس عم يستشيرني بكل خطوه عم يعملها، وانا مالي حابه اكون طلطميس، يعني مالي فهمانه من وين عم نشتري الاجهزه وشو عم نشتري وكيف بدنا نستخدمها. حابه اكون مثل ما تقول خبيره هندسيه. ايه برافو بابا، يعني هلا انا فيي اطمن انك صرت خبيره هندسيه بجلسه واحده. بتعرف يلي نصحونا فيه بدي اضرب لهم سلام. معنا لك بابا نحن بنعرفه وتعاملنا معه بزماننا، وانا حكيت معه بناء على طلبك لحتى يعمل لك الدراسه،
بس يعني ما خطر ببالي هالاهتمام كله وتضل معه الساعة 1:30 بالمكتب. بناء على شو؟ على هواية هندسية هبطت عليك فجأة من غامض علمه. لا احمل لا دستور. يعني شو بدي اشرح لك؟ هي الشغلة اللي عم يشتغلها عن جد بتلهي وما بحس الواحد بالوقت. بتحسه كأنه عم بيركب لعبة. ليجو، ميكانو، بازل. شو بعرفني؟ بتحس حالك مشارك بهاللعبة المسلية. هو كمان بياخد وقته بالشرح، بحب يشرح كثير. ماشي الحال. بس شغل بالليل ما عاد فيه. مفهوم بابا؟ أمرك سيدي. ملبكتني. بصراحة أنا من زمان ما شفت ست بقوة الشخصية والجرأة. وعندها لمعة ذكاء بعيونها. وحلو. كثير. طيب وين المشكلة؟ المشكلة إني ظبطت حالي عم أقطع وقت. عم أفوت بسايت وأطلع بسايت على أساس عم أورجيها كذا نظام تشغيل. المشكلة إنه بهذا الوقت لأنه ماني محتاج إنه تكون معي لأنه فيني أعمل هذا الشغل لحالي بالمكتب. بس هي مصرة تقعد معي. وأنا بقى عم أورجيها مواصفات مختلفة لأنظمة مختلفة. وعلى الحالي عم ضل شي أسبوعين ثلاثة. طيب ويكون؟ يعني صحبة هيك ست حلوة كثير. يعني فرصة تغيير شكل. شو عم تحكي يا زلمة؟ أنت بتعرفني أنا ما بعمل لك شيء. يا سيدي لا تعمل لك شغلات. استمتع بالصحبة موضة. أنا وحبيبي بالروضة. على قول الصباح فخري. لا فعلا أنت رايق وفايق عند الصباح. أو أنت معقدها زيادة عن اللزوم. ما بعرف شو بدي أعمل. يعني اعتذر عن المشروع. طب كيف؟ جماعة ما شفت منهم لك الخير. يعني شلون تعتذر؟ تروح لعند أبوها وتقول له ما بنقدر نكمل المشروع مع بنتك لأنه حلو كتير. والله ما حلو. يا إلهي ما أغلظك يعني الحق علي يا ما استشيرك. هاي استملي عينك لك. لك عود يا زلمة شو بك نرفزت؟ كل عمرك تقرأ علي وما كنت أزعل. هلا صحتنا الفرصة الوحيدة إنه نقرأ عليك فورا جنيت. أخي نحكي عن جد. اشتغل واتكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله سبحانه وتعالى العاطي بيعطي الحلاوة للي ما له راس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا هاي الحساب الله يرضى عليك. والحساب يوم الحساب. السيارة مانا مع الصف قدام المكتب. بتروح بتجيبه وبتجي. كيف جيت امبارحة؟ وصلني المهندس مازن. والسائق وين كان؟ أنا صرفته قلت لحالي برجع لوحدي، بعدين وقت تأخر الوقت وحسيت حالي تعبانة، وصل المهندس مازن إنه يوصلني. هي آخر مرة بتعمل هيك بابا. تأخير بالليل ما عاد فيه. صرف للسائق ما عاد فيه. هذا معين اللي يكون بخدمتك إيمتى ما طلبتيه، مفهوم؟ أمرك سيدي. بس يعني مالي حاسسته المهندس هو البعبع ممكن ياكلني. ولو بابا انا اللي بعرف هدول الناس منيح بضلوا طيبين وحبابين طالما في مسافه بينك وبينهم ومعرفتهم حجم وقدرهم والا ما بتعود تسيطر عليهم ابدا. ما تخاف علي انا بنت اللواء ماجد كامل مستحيل افقد السيطره كم. وما زالت لك بنتي ما بصير تتعاملي خوش بوش مع مرؤوسينك. هدول بفكروا لاني تقاعدت بطل تخوف. بس هيبتي لازم تضل محفوظة. مفهوم لك بابا؟ هيبتك محفوظة واسمك لوحده برج الأرض رج. يلا بدي أقوم ألبس مع أنه القعدة ما بتتفوت معك سيارة اللواء. Thank you.
اهلين دكتور. دكتوره منيح اللي ما مشيتي، يبدو انه محتاجين لك. مور دكتور. نحن مجتمعين هون عم نبحث صيغه العقد الموحد. فيها شي صيغه؟ بعتقد انه بحثناها منيح. لا الحقيقه انا بعتها للمدراء العامين مشان يشوفوا اذا محتاجه اي اضافات. ما بعرف، في افكار معقوله، بس من الناحيه القانونيه يمكن، والله اذا بتشرفي لعندي يمكن يكون احسن. طيب دكتور يلا جاي. وين؟ 10 دقايق وبيخلص الدوام، فكرتك طالعة؟ لا ماني طالعة، ولا أنت كمان؟ يو؟ في اجتماع بمكتب الوزير لمناقشة صيغة العقد الموحد من المدراء العامين وسماع اقتراحاتهم العبقرية. وليه راحت للمساء يعني؟ مسكين. بتردي بس على مازن والولاد، بتقولي لهم إني أنا بدي أتأخر شوي، بس أم علاء مجهزة كل شيء، وقولي له لمازن على فحوى الاجتماع. شو رأيك قل له يجيب الإسعاف ويجي؟ ما أوعكي، يلا عادي. أنا راح أقضيها سوليتير دكتورة. الو وينك مازن؟ شو نسيت موعدنا اليوم؟ والله يا مدام اليوم انشغلت كثير، وبعدين بدي اتغدى مع سمر والولاد، وعدتهم. بس انا وعدتني قبلهم، بعدين شوي مدام متفقنا انت تقلي سلافة وانا اقول لك مازن؟ معلش سلافة ما تاخذي، بس انا صار لي زمان ما تغديت مع الولاد. طيب هالمرة سمح، بس لانك قلت لي سلافة بحنية. امتى بدي اشوفك؟ بركي اليوم المساء. المساء صعب لانه بابا زعل امبارح اني تاخرت، وطلبات سياده اللواء اوامر مثل ما بتعرف. خلينا نلتقي بعد الغداء، خلص غداك وتعال عندي، اوكي؟ طيب باي مازن. باي سلافة. سمر. اهلين استاذ مازن. يا معلا يا سمر. بابا على اذنك استاذ. شو وين امك؟ اتصلت فيها قامت ردت راغده، قال اليوم في اجتماع مدراء عامين عند الوزير. ضحكتني. قال جهزوا الاسبرين، اليوم اكيد الدكتوره سمر رح تجي معها نوبه شقيقه. الغدا جاهز بسكم؟ لك طبعا بدك تسكبي، اساسا اليوم الغدا هو غداء احتفالي. طبعا صار زمان هالقمر ما بان. انه شلون صار هيك بابا يعني وقررت تترك الشغل وتيجي لحتى تتغدى مع الكادحين امثالنا؟ حبيبتي سوزي مو وقت مسحك هلا وخف دمك، الله يرضى عليك. انا بدي اغسل واكل لامي وارجع على شغلي. اسكبي يا معلا اسكبي. واضح انك ابدا مالك بالمود. يعني اكيد هذا بسبب غيابها للدكتوره سمر الخليل. معك حق. والله غيابها مؤثر. مؤثر كثير. بس شو بدنا نعمل؟ هذا هو نداء الواجب الوطني. وهيك بنكون حصلنا على كل الاجهزه الرئيسيه وبالمواصفات اللي بدنا اياها. وسنتين ثلاثه ما لنا مضطرين نغير اي شيء، لانه مواصفاتها فعلا عاليه. وبصراحة حصلنا عليها بأسعار نفس الأجهزة اللي كانوا عارضينها علينا، لكن بمواصفات أقل. على كل، أنا قلت لك كل شيء اللي عندك على اللابتوب، قلبي أنت الصفحات شوفيهم وقارني. أوكي. يلا أنا صار لازم أمشي. أنا بكرة بمر عليك بنفس الوقت. ها؟ لا شو بنفس الوقت؟ بكرة على موعدنا القديم الساعة 11 الصبح. ونتغدى مع بعض بكرة دوري. عفوا؟ يا الله شو بحبك تستنى زي النقزة. عفوا عم بمزح معك، عزمتك على الغداء بكره بعد ما نخلص الشغل. طيب منشوف. لا شو منشوف؟ مازن انا لازم يصير بيني وبينك خطوه، يعني انا مسلمتك امري، انت ليه عم تحط حواجز بيني وبينك؟ بعدين شو صاير لك اليوم؟ صاير معك شيء بالبيت؟ لا ابدا كل شيء تمام. طيب اذا هنيك كل شيء تمام معناته هون لازم يكون كل شيء تمام التمام. طيب مثل ما بدك. هيك ها؟ هيك بدي اياك. ولو اني رح افتقد لتوصيلتك كثير. بتعرف؟
انبسطت بحديثنا امبارح. بتحبي وصلك كمان اليوم؟ لا، اوامر سيادة اللواء ارجع مع السائق حصرا. طيب مثل ما بدك، يلا باي. باي، موعدنا بكره على الساعة 11 ها، لا تنسى. خلص تمام. ماما هيدا اكتبوا عليه تلفزيون كله قد الفسدو. اما شوفي هون الشاشة ما احلاها. سوزي خلاص، انا ماني متحملة وعندي شغل كتير. طيب مثل ما بدك يا دكتورة. ماما في شي يزعجك؟ لا حبيبتي ما في شي، بس انا اليوم تعبت شوي. أو يمكن اشتقتي للمهندس مازن. وهو كمان اشتاق لك، واليوم اجى لحتى يتغدى معنا، ولما ما لقاكي كمان هيك نرفز مثلك. يا أهل الدار هون احنا بابا. نعم يلا لشوف العشاء سخن. رح يقول مرحبا بالأول. مرحبا حبيبتي، اشتقت لك. هلا كنت عم اقول لك. شو عم تقولي لها؟ عم اقول لها انه اكيد اشتاق لك. شلون عرفتي؟ افتحي لمونه وسهيل. كمان اهل لمونه وسهيل؟ طبعا مشان يلتم الشمل. هاي مرحبا سامي. وينو سامي؟ هاي بابي نادي. اهلين حبيبي. هاي مامي. اهلين حبيبي. يلا يلا جاي. مرحبا، كيفك عم يصير؟ كيف صحتك؟ تمام تمام. اوف اوف اوف، كل هذا الشيء عم يصير وانا مالي عرفان. ايه منين بدك تعرف؟ السماعات مغطيه دنيك والصوت عم يلا عليه. شو صاف بن علي؟ عم يلولح قربت. عفوا، وانت شو دخلك بهالموضوع؟ والله ما بتعرف، بجوز يصير لنا علاقه. لا حبيبي لا، عنا كل شيء مستقر وممسوك، ما تخاف. بس العلم المستقر كالجهل المستقر. يا حبيبي، وعم تنترنا اقوال ماسوره كمان. هذا عمنا النفري. النفري ورايح على التصوف كمان، احلى واحلى. وانت الصادق، هذا استشراف للمستقبل. استشراف. الاستشراف تبعك مانو معتمد على رؤيه واضحه، بحاجه تغيير العدسات تبع النظارات. غير غير. وحياتك، العدسات والنظارات 10 على 10. ها منشوف. قصدي بس تغير العدسات تبع النظارات. صدقني بعد التغيير. وبعدين بقى لوين وصلت معك؟ يا شباب خلصونا هلا من الحديث وقعدوا تعشوا. يلا صح، خلوا العاشقين الابديين باحاديث الحب. بتصدقي اليوم خطر لي اللي فرقني، يعني على شو كل هالدلع؟ بس بعدين فكرت، قلت لو القصة كانت سهلة كنت استسخفت حالي. هلأ صرت مصرة وبدي وصلها للآخر. لوين يعني؟ لمكان ما ممكن تتخيلي. مجنونة انتبهي، إذا سمع كريم ما بيعود في أمل للرجعة. ليش مين قلك إني برجع له؟ والله لأحرق قلبه مثل ليش سكتتي؟ مثل ما حرق قلبك. فشر، مثل ما كان خاين. بس ما تنسي علاقة أبوكي وأبوه، صاحبة عمر. أصلاً عمو عاصم ما كان رضي عن تصرفاته، وبصراحة كان واقف معي مو معه. طب مازن شو ذنبه؟ حبيبتي ما له ذنب، أنا حعيشه حياة ما بيحلم فيها. مرته وولاده طيب؟ خلص حاجتهم هدول، خلي الرجال يتنفس شوي. ماشي، بس مع هيك ما حتزبط معك. ايه بكره بنشوف. ايه بس هذا اسمه غش. يعني اذا كانت الناس مو فهمانه ايش يعني اي تي وايش يعني كمبيوتر، مفترض انه نحن ما نستغل جهلهم. مفترض بالعكس
نفسر لهم الموضوع ونسهل لهم فهمه، وخاصة إنه اسمك سهيل. عم نحكي جد بابا. يا بابا نحن صرنا حاكين بالموضوع فوق الألف مرة. نحن بدنا نستفيد من جهل العالم لحتى نحصل أكبر قدر ممكن من الفائدة. قصدك تستغلوا جهل العالم مشان تبلصوا منهم مصاري. أنا يا عمي عفوا يعني، لو بملك سمعتك ومكانتك وخبرتك كنت بملك أكبر شركة اي تي بالبلد، بس حضرتكم بعتوا خبرتكم برخيص. يعني تحت شعار خدمة الناس ونشر التكنولوجيا، أو مثل ما بتقولوا أنتوا خريجين فرنسا انفغماتيك، نحن عم نبيع خبرتنا بأقل من حقنا بسعر اليوم. يعني نحن ما اختلفنا على سعر مبارح وسعر اليوم، بس لما بتضرب السعر بأضعافه وبتركب للزبون قطع صينية مضروبة درجة تانية وثالثة بدل ما تركب له القطع الأوريجينال، كنت هيك عم تغشه، والناس ما رح تضل جاهلة. شوي شوي الناس رح تكتشف هاللعبة هي، وحتى حسب فهمكم الأعوج انت رح تخسر سمعتك بالسوق وثقة الناس فيك، وممكن تتحاسب قانونيا. هيك سمر؟ ايه اكيد. لا لا ما تخاف، انا حابك على المزبوط. بس يا سهيل القانون ما فيه ملعبة، بدك تنتبه. لا ولو، انا عندي حماية بتوزع قانون على البلد كله، وبدي اغلط بالقانون. ايه شو هالسهيل هاد؟ جوابه على راس لسانه، بخري اختي بخري لينصاب بالعين. ها لا تخاف عليه ببخر بلد. اهلين احلى ابو النضل. شو القصة؟ مشارق كتير. زبط المشروع؟ هاني مشروع؟ مشروع بنت سيادة اللواء. لا خلص، قربت خلص الدراسة ومعطيها للمدام سلاف النتائج اول باول عشان تفتح اعتماداتي ونحجز ونبدا الشحن. إيه مو عن هذا المشروع عم بحكي يا باشمهندس، عم بحكي عن مشروع العلاقة مع الست الحلوة كتير. يا جو شو عم تحكي انت؟ شو جنيت؟ قربت، لأنك فعلا رح تجنني. شو عم تسلب علي؟ والغمزات واللمزات وخوفك من الوقوع في الغرام. يا رجل هذا كلياته طلع أوهام. هي البنت لطيفة بطبيعتها، يعني يمكن كل هالتهذيب هذا مشان تغير صورة بنت سيادة اللواء اللي مطبوعة بذهن الناس مثل ما بيقولوا. لك شوف مازن، أنا عاجنك وخابزك، أنت أضرب مني بشغلات التمثيل والكذب، فهالبوا بطلع منها أحسن لك. يا خيني بوا، ليش ما عم تصدقني؟ أنا عم أقول لك اللي صار معي. هذا اللي صار؟ لك على مين؟ كمان الست ما طلعت حلوة كتير، كمان لطيفة كتير. شو على أساس أنا ما بعرف قصصها مع الناس وعن جاهيتها وشوفت حالها وأنفها اللي رافعته للسماء؟ شايف؟ هيك الناس بتحكم على بعضها من بعيد لبعيد، هذا كلياته إشاعات. يا سيدي ماشي الحال، الله يهنيك، بس مازن دير بالك لا تغرق كتير، هدول ما بينلعب معنا. لسه بيقول لي الله يهنيك ومو معه اللعب. عم لك يا أخي التعامل بيناتنا تغير، صار تعامل مهني صرف. مهني صرف؟ إيه أنا هذا الكلام ممنوع عندي من الصرف. طيب سيدي، وأنا لازم أنصرف لأني قربت على شغلي. قصدك وصلت لعند الحلو كتير واللطيف كتير، وأنا ما رح أطلق كتير. سلام. بس اسمع، ما جننتني، جننتني رسمي. سلام. بيك بن، بحب المواعيد الدقيقة. أنا صباح الخير. مشرق اليوم الحمد لله. وانتي كمان مشرقة و مثل العادة أنيقة كتير. شو هالأزرق هذا لابق لي؟ لا هذا اليوم لازم نسجله بالتاريخ، اليوم حنحتفل غداء احتفال مو بس غداء عمل، لأنه أخيرا انتبهت لأناقتي. كيف بدك يعني ما انتبه؟ انتي يا سلافة حلوة كتير ودائما أنيقة، يعني مثل ما بيقولوا الله عاطيكي من كله. شو هذا يا مازن؟ وين كنت مخبي هالرقة كلها؟ أنا حاسة حالي رح طير. طب نبلش؟ قلت لك اليوم ما جا عبالي نضلنا قاعدين بالمكتب، جا عبالي نطلع بلودان. بعرف مطعم كتير كوزي هنيك، بناخد لابتوبك ولابتوبي ونخلص شغلنا هنيك، وعمو أبو فارس بيعملنا أكلات كتير طيبين. شو رأيك؟ مشينا وما سألنا؟ طيب ماشي. جيبي لي جاكيتي وتعي بسرعة. أه
ضبي لي لابتوبي بالشنطة وخلي السائق يوصل لي على السيارة، أوكي؟ اهلا بست الكل. اهلين ابو فارس، بعرفك مهندس مازن عامر تبع الكمبيوتر ما هيك؟ ايه طبعا اشهر من نار على العلم. يا اهلا وسهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلوا. من وقت ما اتصلتي كل شيء جهز ستنا. ما بيفوتك شيء ابو فارس. عشان ترجعي تزورينا مثل ايام زمان. اي اكيد رح نجي كثير انا والاستاذ مازن. وهيك مازن. بونا بيبي. ميرسي. تشيرز. معني انا ما بشرب بالنهار وخاصة انه لسه قدامنا شغل. بس انا سمعت انك خبير مبيت وبدي تدق لنا هالمبيتات وتعطينا رأيك. ثانيا خلينا اليوم على طريقة امرؤ القيس، اليوم خمر وغدا امر. تشيرز. هات لنشوف. احكي لي مين حبيت؟ كيف تزوجت؟ بدي اعرف كل شيء عنك. بصراحة أنا المرة الوحيدة اللي حبيتها بحياتي هي اللي تزوجتها. وين تعرفتوا على بعض؟ باريس؟ أنا كنت آخر سنة انفورماتيك بباريس، وطبعا هذا كان اختصاص نادر إلا للسوريين اللي درسوه، وهي إجت تعمل دكتوراه بالقانون. يعني هي أكبر منك؟ لا نحن بعمر بعض، حتى أنا أكبر منها بكذا شهر. كيف تعرفتوا على بعض؟ الحقيقة أنا تعرفت على أبوها ما تعرف عليها، أول ما رحت على باريس كان هو أستاذ زائر بالصومون. هو الدكتور عماد الخليل، ما بعرف إذا بتعرفي، عالم مشهور. واخوها رامز كان عم يدرس بفرنسا طب كمان قبل ما يروح على بوسطن بصير دكتور مشهور. المهم هي اجت لحتى تعمل دكتوراه بالقانون وعملوا لها حفله استقبال وعزموا عليها الشباب السوريين، وهيك تعرفت عليها. وبعدين ابوها وصاني فيها قبل ما يسافر، قال لها انه مازن شاب مهذب وبتقدري تعتمدي عليه، لانه اخوك رامز غرقان بكليه الطب. وهذا اللي صار. شو صار؟ بعد سنة بعثنا له خبر لأبوه مشان يجي يحضر عرسنا، وكان سعيد كتير. بس اللي كان أسعد منه هو أخوه رامز، لأنه دائما بيقول إنه هذا الزواج جمع أغلى شخصين عليه بالحياة، اللي هن أنا وسمر. أنت ما حكيتي لي عن زواجي. أنا؟ ما في كتير شي ينحكى. قصة الصداقة اللي بين بابا وعمو عاصم. منو قصدك؟ عاصم اللواء عاصم الأغا؟ كانوا دفعة واحدة بالجيش، واستمرت صداقتهم لسنين كتير طويلة. وكنا أنا وكريم بحكم المخطوبين من نحن وصغار. يا لطيف شو عمل قصص مع الشباب اللي كانوا يحاولوا يغازلوني. قصص شو؟ خناقات، مشاكل، كل الشباب كانوا يخافوا مني، حتى بالجامعة. وكان مصر إنه ياخذني ويجيبني، مع العلم إنه بابا فارز لي شوفير وسيارة. وليش تركتوا بعض؟ لأنه اكتشفت بعد الزواج إنه هذاك ما كان طيش شباب، هذا كان سلوك. وبلش يبعدني عن كل الناس، ولو بيطلع بإيده لا بيخليني أطلع ولا أفوت حتى على الشركة. طبعاً هذا الشيء كان يخنقني ويضايقني، بس أقول لحالي معلش، هذا نوع من أنواع الحب. لوقت اكتشفت إنه هو كان عم يخدعني طول الوقت، ما بده ياني أعرف، فسكر علي الدنيا. اسمعولي، وحدة بجمالك وذكائك وقوة شخصيتك تخضع لهيك معاملة؟ لا طبعا، ما ضل حدا ما حكى معه، بابا، عمو عاصم، يعني اهدى له يومين بعدين ترجع الخناقات. لوقت اكتشفت انه عم بيخون ما قدرت اتحمل، طلقنا والكل وقف معي. وهلا كيف؟ هلا انا باحسن حال مثل ما انك شايف. شيرز. لا انا حشتي
لأنه في واحد مننا لازم يسوق بالرجعة. لساتك على العادات الفارسية؟ هي ما لها علاقة بعادات فارسية ولا عادات شامية، هي لها علاقة بالسلامة العامة. طيب رح سلمك قيادة السلامة واستلم أنا قيادة الاسترخاء. تشيرز. تشيرز. والله مو حلوه، روحي قبل ما احضر لك السفره. لا معلش امانة، تيسري انت، يعطيك العافيه. بخاطركم. الله معك، مع السلامه. انت ليش هاللهوجه؟ استني ابوكي هلا بيجي بناكل سوا. ما بقدر استنى ماما، وعدين يارا وريم نروح لعندهم انا وسامي مشان نطلع على السينما. سامي ما بده يتغدى؟ ليش سامي بيقدر يستنى حدا؟ أول ما استوت الطبخة سلخ صحنين وتصليحة عن ماشي. عم تنمي علي؟ بطل روحها. شايفة؟ كل مرة بده يهتني بهالتوصيلة. ماشي يا سامي، كلهم شهرين وبتصير الشهادة بجيبتي وبطل محتاجتك. ومين بدي أعطيك السيارة بالله؟ ليش إن شاء الله مفكر إنه هاي السيارة سيارتك؟ حبيبي هاي السيارة سيارة العائلة. إيه بطلت روح. خلص بقى. هلكت لأختك، روح معهم للبنات تفرجوا على الفيلم أحسن ما يروحوا لحالهم. خايفة عليهم ماما؟ بيخوفوا بلد. لك لا، ماما عم ترتفك معي لحتى يخلص جو للعاشقين الأبديين. أنت متبرية من لسانك ها؟ إيه. هلا روح على الله. باي ماما. باي. باي ماما. باي. عم يجي مع اهلها بالقرفة. لا شو مين هاي؟ كان عم يجي هو والشلة. وهي ما كانت عم تجي هون؟ مع الشلة يمكن، ماني متأكد، بتعرفي هن كتار وهي ما بتعبي العين، لذلك ما كنت منتبه لها. يا لطيف، شو مخلص لأصدقائك يا أبو فارس؟ بتحبي خبرهم جيدكم؟ وشو إله معي؟ يعرف ما عندي مشكلة. فهمت عليك. أنا جاهز. شكرا أبو فارس. أهلا وسهلا، شرفتي ستنا. هلين استاذ مازن، ان شاء الله بنشوفك دائما. لا تخاف، رح تشوفنا كثير. استاذ مازن من اعز الناس، صحته ما بتتفوت. وكلات عمي ابو فارس ما في لهم مثيل. يا اهلا وسهلا، بس بدكم تجوا بس تليفون صغير. كرت المحل استاذ. لا لا لا، ما بده كرت المحل، وقت بدنا نيجي انا بدق لك وبنيجي مع بعض. اهلا وسهلا، المحل محلكم. تسلم ابو فارس. محل ساحر والاكل طيب كثير، تسلم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك.